اهلا اهلا، حياكم الله حق حلقه جديده من برنامج مع خريج، مع دلال المحبوب. البرنامج فيه اللي نيب خريجينا، نقعد نسولف معاهم شوي، نشوف الحين ايش صار عليهم، ايش سووا، وين توظفوا، يعني برنامج خفيف بسيط قلنا نسير عليكم على اواخر رمضان. ومعنا ضيفتنا حق حلقه اليوم، اهلين، شلونك؟ اهلا دلال، تمام الحمد لله. عارفيني على نفسك؟ معك سكينه الجدي، تخصص MIS، خريجه 2020. حياك الله، الله يحييك، نورتينا حبيبتي. جايبينك اليوم عشان نسولف معك شوي. فالسؤال اللي انا دائما احب اساله خريجينا، اقول لهم شنو كانت قصه قبولكم او معرفتكم في جامعه ايام؟ لان على ايامنا ما كانت معروفه، يعني ما شاء الله كثر الحين. اي طبعا، قولي لنا. شوفي، اول ما تخرجت من الثانويه كنت ناويه ادرس برا، بس صارت ظروف كذي وما صارت، فقعدت اسوي سيرج على الجامعات الخاصه بشكل عام، لان ما بالجامعات الحكوميه ابدا. فطلعت لي ايام، شفت انها قريبه من بيتنا، فيها تخصصات الوايد اللي انا ابيها، فتوكلت على الله. وسكينة، انت الحين وين؟ شنو قاعد تسوين؟ والله حاليا توني توظفت بالقطاع الحكومي، وناويه ان شاء الله قريبه ابطل بزنس، وناويه اكمل ماستر ان شاء الله. فيوتشر جولز هذه ان شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله. الحين راح ندش بفقره الميموري لين، هي الفقره اللي انا احب اسال الخريجين كم سؤال، وراح اطلب منك طلب اخر شيء. تمام، اول سؤال هو شنو كانت احلى ذكرى لك في اي ام؟ وايد ذكريات باي ام لا تعد ولا تحصى، كلش يعني وايد ذكريات، فما اقدر احدد لك شيء معين. بس من الذكريات الحلوه اني اقعد مع رفيجاتي صوب الليك، خصوصا بالشتاء، الجو خيال مع قهوتك، فهذه احلى ذكريات. يعني حنان بينا. حنان مشاعر تحسين صح؟ خلينا نرجع يوم، بس يوم عيوبنا يوم كذي، بس دفعتنا خلينا نقعد بس عنده، اذا حتى لو ويكند عادي راضين اكلمه، ما احاول، ما عليك، بعدين اقدر اتكلم. وشلون كان اول يوم دوام لك باي ام؟ شوفي، اول يوم دوام يعني طالعه من الثانويه، سوالف صف وابله وهذا، عرفتي، فشيء جديد يعني، حتى الكلاس انه ورفيجاتي ما كانوا داشين معي للامانه، يعني انا اغلب الرفيجات او البنات اللي تعرفت عليهم هني من الجامعه، ما في واحده كانت برا. اوكي، فكان شيء جديد. اول يوم كنت قاعده كلها بروحي، احاتي، ما ادري متى وقت الكلاس، ما ادري وين الكلاس اصلا، ما ادري منو معي بالكلاس، فكان هذا يعني اصعب يوم. هو شيء يونس بس بنفس الوقت صعب، تجربه جديده يعني، فجاه خلاص تجربه من ثانويه لانه خلاص كل شيء عليك انت، من A to Z انت عليك، انت تروحين كلاسك، ما حد راح يلحقك، ما حد راح اذا تاخرتي انت المسؤوله، ما حد مسؤول غيرك، ما حد راح يجلد دفاترك، ما حد راح يتقدم، ما حد راح يقوم تسوي بالضبط، اعتماد على النفس كلي يعني. وانت قلتي لي تخرجتي 2020 صح؟ انت تخرجتي وياي، انت تخرجتي اونلاين للاسف. وايد كل ما اتذكر ان تخرجت اونلاين يضيق خلقي، لانه كان حلمي اني اتخرج من يعني اخر يوم اصور بالجامعه، عرفتي؟ فبس كورونا طشرتنا. وشنو سويتي اخر يوم لما تخرجتي اونلاين؟ ما استوعبت، تدرين انا متى استوعبت اني تخرجت؟ يعني تخرجت صدق بحفل تخرج، بس اللي توه، اللي توه انزين، طول الوقت توظفت وهذا، وانا بالبيت اقول لهم وين باكر عندي جامعه. تخيلي ان مخي ارتبط بالجامعه لهالدرجه، لما تخرجت الحين خلاص استوعبت ان انا تخرجت. اما من تخرجت بشهر 8/2020 وانا لا، مخي واقف انه مو مستوعبه شلون تخرجت وانا بالبيت. وبعدين احس ان احنا يعني كدفعتنا تخرجنا اونلاين، يعني بالذات اول سنه ما عشنا هذا الشعور، يعني بالنسبه حق طلبه الهندسه او اتوقع هم MIS، ما عشنا شعور السينيور بروجكت اللي نقدمه والستريس مال الفاينل برزنتيشن وهالسوالف. بالضبط، يعني هذا هو بروحه بحد ذاته يمكن لنسبه خلينا نقول 80% من احساس التخرج. الحين عندي لك ريكوست صغير، الريكوست هو السوشيال ميديا بوست تشالنج، انا كل حلقه قاعده اسمي هالتشالنج هذا مسمى ثاني، للحين ما ثبت على اسم معين. اوكي. فاللي ابي منك باي سوشيال ميديا بلاتفورم اللي انت عندك اياهم، تطلعين بوست متعلق حق ايامك باي ام، ان شغله كنت حاطتها سواء كان صوره، ستوري، تويت، ايا كان، وتورينا اياه الحين، تشاركينا حق الكاميرا، وتقولي لنا شنو الميموري اللي بيهايند هالبوست. هذه الصورة كانت بكاف، كنت ناطرة الكلاس اللي ورا الصبح.
ميموري بسيط بس حلو صح. الحين اخر بارت حق اليوم تمام، ان دام ان جايبينك بعد الدوام مسكينه وعليهم خلص دوام وياي لعبك شوي قبل اروح. اوكي يلا خش. تعرفين ابلكيشن او لعبه اسمها هيدز اب؟ هي مستوحيه من لعبه اسمها شريدز. اذا ما تعرفين راح اشرح لك اياها. اوكي هي تقريبا ولا كلمه تمام، تقريبا راح ارفع لك كروت او عفوا انت راح ترفعين الكروت ومكتوب عليهم اشياء وانا لازم امثل لك او اني احاول اوصف لك الشيء المكتوب بالكرت وانت لازم تخمنين شنو هو. اوكي اوكي راح يكونوا حاطين لنا تايمر 30 ثانيه تمام. الاشياء اللي مكتوبه كلها ايو ام ريليتد، كل شيء متعلق بايو ام. اوكي طبعا انا تو قالوا لي ان انا اللي راح امثل لك اياهم، فانا شوي توهقت لاني انا كانت بشغل انا في اشياء صعبه يعني انا كنت نيتي انك توهقيني اني اوهق الخريجين، بس يعني سبحان الله الواحد اللي نيته جسمه ماي. نبلش؟ اي نبلش يلا. اوكي المكان اللي انت قلتي فيه ايش تحبين تقعدين مع رفيجاتك؟ ليك صح. هم شديدين بس حق مصلحتنا، موجودين بكل مكان. سكيورتي صح. تخرج دولة. احتفال. كونسبت. شهادتي. كان يبي تخرج صح. اهلا اهلا حياكم حق طاوله كوب. شو امثل نفسي؟ ما ادري اقول. اوكي خلص الوقت؟ خلصت بسرعة؟ كانت اي ون بودكاست. توهقت ما عرفت امثلني، انا كنت ابي اشوف خريج يمثلني يقلدني صراحة عشان كذي حطيت. يعطيك العافية. الله يعافيك. كانت حلقة حلوة خفيفة بسيطة. اي والله استانست استمتعت وياك دلال، مشكورة وايد. حياتي وانا وايد استانست معك واتمنى لك كل التوفيق. ولا تقطعين خليك معانا بالسوشيال ميديا. ان شاء الله اكيد. كل شيء في خريجين راح اكلمك جنتي. حبيبتي. وقبلها تروحين ما نحب نخليك تروحين وانت ايدك فاضية. فأي أم حبت تذهب لك هدية صغيرة، هدية بسيطة سنة وانتو أكثر طبعا. قرقعان مقدم من أيام. عليك بألف عافية. حياتي thank you، عساكم من عواته. وعندك أي نصيحة حابة تقدمينها حق طلبة أي أم؟ هذه كاميرتك وعي شيء. هاي أي أمرز، حبيت أقول لكم كل التوفيق لكم وإن شاء الله تكون سنة نجاح وخير عليكم. شدوا حيلكم، أدري مرات تمرون بظروف أو ضغوطات أو أسايمنتات جامعية وضغط يكون عليكم، بس بالنهاية كل شيء لمصلحتكم. نشوفكم على خير، مع السلامة. أتمنى أنكم استنصروا حلقتنا اليوم برنامج مع خريج تقديم دلال المحبوب. إن شاء الله أشوفكم حلقة الجاية مع خريج جديد. باي.